السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأعزاء في كل أنحاء العالم، أهلا بكم ورمضان كريم. اليوم لدينا Infiniti QX60 Infiniti Q60، والمشكلة اتغيرت الجير بوكس. وكما تعلمون أن هذه السيارة تحتاج لبرمجة الجير بوكس من الديلرشيب أو من الوكالة. تأتي السيارة أو تأتي الإزبير أو قطع الغيار بقرص CD فيه الفايل. فتعالوا سويا، أنا الآن في سيارتي، تعالوا سويا نرى ماذا نفعل إن شاء الله. هذا هو القرص، ورقم القرص 3WX2E، وموجود هنا فايل قصير. لازم يتكتب هذا الفايل في الجير بوكس بطريقة معينة، سواء كان إذا لديك كونسول 3 بلس وهو الأفضل والمطلوب. فنقوم إن شاء الله بكتابة هذا الفايل الآن. ماذا نفعل؟ الجهاز التي تستعمله اللابتوب بعض الأحيان لا يوجد فيها مكان للسي دي. إذا كان فيها مكان للسي دي أو للقرص هذا جيد، إذا لا يوجد فأنا بحول هذا القرص، معلومات القرص من هنا للفلاش درايف اللي هو الفلاش الصغير مثل هذا الفلاش هنا كما ترون. نحول هنا ونضعه عند الحوجة في الجهاز الثاني. طيب، نذهب إلى هذا الجهاز هنا ونفتح درج ال ليس لدي نعم هنا يوجد هنا. نفتح هذا الجهاز هنا. كان لدي قرص، وهذا القرص 29XD، ربما هذا لسيارة تانية. طيب، نأخذ هذا القرص ونضعه في هذا المكان وننزله، ونأخذ هذا الفلاش كي ننقل المعلومات الموجودة من هذا الجهاز من السي دي إلى الفلاش درايف. وطبعا كله نفس الخدمات، السي دي طيب، سوف أقوم بفتح هذا الملف. وهذا ما هو، نعمل رايت كليك ونعمل كوبي ونقوم بإنزاله في صفحة اللابتوب هنا فوق. سوف أتركه هناك، وبإمكانك جعل فايل صغير نيو فولدر، ونكتب على الفولدر هنا 2015 Infiniti QX60. ثم نقوم فتحه ونكتبه هنا بيست. هذا الفايل موجود إن شاء الله. ونقفل، لا نقفل هذا، أيوة نقفل هذا الكلام، ونأتي نفتح السي دي هذا القرص المحول، ونعمل هنا QX60 معي Infiniti QX60 هنا كذلك. يوجد ربما يوجد فايل، ولكن سوف أقوم ب تجهيز ملف ثاني ونقوم بالكتابة على ذلك الملف. أين ذهب الملف؟ لا أرى، أين ذهب الملف؟ طيب، اختفى الملف. سوف نقوم بملف ثاني، ما مشكلة، اللي هو كان الفولدر هنا. فبرضه نقول 2015 Infiniti QX60. طيب، أفتح هذا الملف وأقوم بوضع هذا الفايل هنا، وكذلك أضعه في الخارج. لازم تحطه في مكانين، لازم تضع هذا الفايل في مكانين وإلا سوف يضيع منك. فاست هنا، هذا هو الفايل موجود هنا اللي هو QX2E. طيب،
ننزل هذا الشيء. خليني أشوف حاجة. الحمد لله قمنا بتحويل الملف من القرص بتاع سيدي إلى الملف، ومن هنا سوف نقوم بإخراج هذا الجهاز وإخراج السي دي كي لا ننساه هنا، ونضعه في ذلك المكان، ونقوم بالخطوة الثانية. لا نريد شيء من هذا الشيء هنا. شت داون. ونقوم إن شاء الله في الخطوة الثانية بالذهاب إلى السيارة ونبدأ إن شاء الله ببرمجة السيارة. أبقوا معنا. كما ترون هذه هي السيارة كيو اكس 60. وقمنا بتركيب الجهاز الذي نستعمله، ألا وهي كونسول 3. هي ليس بكونسول 3 بلس، لكن يقال له ار ان ام. هي رينول ونيسان وميتسوبيشي انترفيس، وبيشتغل في النيسان. هذه هي السيارة. قمنا بتركيب الوصلة للأو بي دي 2. يجب عليك أن تبعده لأنك سوف تستعمل الفرامل، فلا تلمس هذا أثناء البرمجة. هنا لدينا اللابتوب، وضعنا اليو اس بي من هنا إلى جهاز الوصلة، ونضع هذا اليو اس بي للفايل في مكان ثاني. نفتح هذا المكان. تعمل حسابك عندما تنتهي من الشغل ألا تكسر هذا الفلاش درايفر، لأن فيه كل المعلومات. لما ترفع الجهاز وتضعه بتكسر، فالحذر كل الحذر. نحن الآن سوف نفتح أولا سوف نقوم بفتح أعطيني فرصة نصور هذا الجهاز، نصور الفيديو للكاميرا، نقوم بتصوير هذا المكان. الآن سوف نذهب إلى الأيكون للكونسول 3 بلس، ونقوم بفتح كونسول 3 بلس. كذلك نأخذ الفايل من هنا ونضعه في الديسكتوب. أين ذلك الفايل؟ أنا لدي فايل هنا. هل يوجد هنا؟ دعوني أرى. نعم، هل هذا هو؟ لا أدري. ليت هذا. سوف نقوم ببحث لأنه ينتهي بإي، كما تعلمون ينتهي بإي. سوف نذهب للبحث. نذهب للبحث. كيو 6 هنا 2015. هذا هو الجهاز. نقوم بالكوبي. نعمل كوبي ونقفل هذا ونضعه في مكان. ننزل هذا ونضعه هنا. بيست. هذا هو الجهاز. كويس. الآن سوف نذهب إلى الكونسول 3 بلس كما فتحناه، ونأتي إلى الدايجنوز يا جماعة، إلى الفحص. لدينا الفايل في الفلاش درايف وفي في صفحة الكمبيوتر. نذهب إلى الإنفينيتي، نختار إنفينيتي من هنا، وفي الإنفينيتي نذهب إلى كيو اكس 60. هذا هو. وبعد ذلك نقوم إلى 2015 ونقول اختار الخيار.
هذا هو رقم الشاسي و2015 والسيارة واللون بناء على رقم الشاسي. طيب نقوم الآن بالتأكيد، ننتظر قليل، وأول ما نجد في الصفحة الثانية أن هنالك كود بمعنى رقم هي كود أشعة، لكن هي عبارة عن رقم بتاع مشكلة، وهذا الرقم دائما بكون البي لايك تقدر تقول با و 1710 أو 171 اف لايك فا لايك فار فرانك، وغالبا يوجد وفي بعض الأحيان لا يوجد كما ترون. أتانا ذلك، طبعا الفحص عام، السيارة تريد أن تفحص كل الفحص عام، ولكن نأتي إلى الجيروبوكس. شايفين هنا في الجيروبوكسي، نمشي للجيروبوكسي، فتحنا الجيروبوكس ووجدنا هذا الكود بي، يعني هو أصلا ما عند الإنجليزي فوقه با بالفتحة حرفين، كلمة حرفين با زي البوي، وبي بالكسرة كلمة يعني حرفين بيختلفين. طيب شفت هنا قال لك السي في تي جاتر سي في تي انسبكشن. أغرب حاجة أنه إذا أتى هذه المشكلة لو جات في سيارة والترانسميشن قديم، بمعنى أنه الترانسميشن ربما في حالة أنه خلاص عايز ينتهي أو يبوظ. إذا كان الترانسميشن قديم تقوم بمسح الكود بنفس الطريقة. إذا رد الموضوع للمرة الثانية فأكيد كل التأكيد بأنه هذا الترانسميشن لازم تتعمر. أما إذا الترانسميشن جديد أو مستعمل من عربية ثانية، يجب علينا البرمجة وتنتهي المشكلة. طيب أين ماذا نفعل؟ ففرضنا قمنا بمسح هذا الشيء، نأتي هنا يا جماعة إيريز، هي زي الاستيكر بنسموه المساحة، نقوم بمسح، لا يذهب هذا غالبا، ما بروح أبدا، ما يروح منك، يكون موجود. شفته رجع. طيب ماذا نفعل؟ نأتي إلى الورك سبورت في هذا المكان، هذا يقول ورك سبورت مساعدة الأعمال أو المساعد العام للقيام بالأعمال اللازمة، نضغط عليه. هنا نذهب إلى الصفحة الشمال ونأتي إلى أسفل هذا رايت كاركترستيك ريبليسمنت سي في تي، نضغط على هذا لأنه في طريقة بإمكانك تقرأ المعلومات قبل ما تغير برضو، ونجي نقول أبدأ. بدأنا من هنا ويقول لنا select IP characteristic data file، يقول لك جيب الفايل. طيب نجيب الفايل، نعمل أوكي، يفتح باب الفايلات. طبعا نبحث إلى ذلك الفايل الذي وضعناه في الديسكتوب وسنجده في الأسفل هنا. انزلوا معنا، انظروا إلى فايل ببدأ بالإي 2E، شايفين ده؟ هذا هو الفايل WX2E. هل هذا الفايل مركب اليوم؟ نشوفه كده. Property أبريل، يوم 7 أبريل، شايفين؟ هنا كان أنا نزلناه قبل 5 دقائق، شايف؟ كان نزلناه قبل 5 دقائق، فده هو الفايل الصح. أنا بقول أوكي وأنا نفتح هذا الفايل، أنا عملت كليك نزل تحت نفتحه. بالمناسبة إذا لم تفلح العملية في هذه البرمجة، سوف نضطر إلى الذهاب والإتيان بهذا الفايل من مركز الفايل الأول، لأنه بيضيع طوالي بتتمسح. فنقول نعم، نقول نعم. الآن يتطلب مننا أنه نضع السيارة واقفة، السيارة طبعا واقفة الحمد لله. هل أنتم متابعون معنا أيها الأخوة؟ المرجو المشاركة والتفعيل و يعني الإعجاب، بيساعدنا والله، وأشكركم كل الشكر للوقوف معنا مما بدأنا في النشر، والحمد لله وذهبنا إلى ما فوق 8000 سبسكرايبر، والله شكر لكم يا جماعة، والذي لا يشكر الناس لا يشكر الله.
طيب نذهب إلى هذا المكان والسيارة واقفة في 3 خطوات. stop stop engine. السيارة واقفة والمكنة واقفة والشيفتر اللي هو عصاية التعشيق إلى الخلف والبنزين دايس إلى آخر نهاية. طيب تجوا معانا ندوس على الفرمل. أعمل حسابك من هذا الشيء، هذا هو الكيبل. أعمل حسابك مرات الكيبل موجود هنا، أنا بضغط على الفرمل كل إلى النهاية وبضغط على البنزين كذلك كل النهاية وبأتي بهذا الشيء إلى الريفيرس. لما نعمل الخلف يظهر لو العربية فيها كاميرا بيظهر لنا هنا، فخلينا نعمل خلف. عملنا خلف اللي هو الار وظهر رقم الار رابرت ار را خلف رير، يعني معناته رير. وشوف هنا ظهر سريع نقول شنو نبدا ستارت. انا ضاغط كل الحاجات ده، نبدا في البدايه ابدا. قال لك نجح خلاص. ماذا نفعل؟ ترجع هذا للمكان الخلف 1، ترفع رجلك من البنزين 2، من الفرامل بالراحه عشان ما تلمس كوبس الدايجنوست وتسحب رجلك بالراحه. ما اين نذهب من هنا؟ ناتي ونطفي الاجنيشن لمده تقريبا دقيقتين. هو يحسب هنا صفر الان، ولا يمكن ان تمشي للخطوه الثانيه ما لم هذا الشيء يتم. نفتح الاجنيشن 1 2، فتحنا الاجنيشن، هذا الظلال انقلب الى لون غامق بمعنى انك تمشي للخطوه الثانيه. Please perform the following step. يقول لك المرجو اعمل الحاجات دي اللي عملناه وبعدين نقول الخطوه الثانيه. يقول لك شنو هي؟ طبعا دي الفايل السيريال نمبر، وهنا يقول لك الانجن الاجنيشن لازم يكون اون. الاجنيشن بتاعنا اون. الاجنيشن يعني ignition يعني جاي من كلمه اجنايتر، حاجه كده تضوت يعني كانها فلاش ضوء. الاجنيشن بيجي من كلمه اجنايت يعني زي الولاعه، ولعت الشيء ولا ضوء. اجنيشن اجنايت يعني. وبقول لك شنو والمكنه ما دايره، وهذا هذا هذا هذه المره الشفت ده لازم يجي في البي اللي هو البارك زي ما شايفين هنا بي وهناك بي. وماذا ثانيا؟ وبعدك ابدا ستارت، تقوم تكتب هنا بقول شنو رايت، اكتب دبليو ار اي تي اي رايت اكتب. انا بضغط عليه هنا نقول بسم الله رايت. قال لك شنو الداتا الكتابة written complete successfully، اتكتبت بكل نجاح. ماذا نفعل هنا بعد هذا؟ نقفل هذا الشيء. يا جماعة معلش جريناكم معانا وأخرناكم معانا، أقفل هذا، تعود إلى الفايل وترجع للدايجنوستيك. هنا نرجع للفحص، هذا هو الفايل، سوف نقوم بمسح الفايل. هل تتمسح؟ يجب عليه أن يتمسح. ليه؟ لأنه البرمجة انتهى. بضغط على المسح كليك، يقول لك صحيح تريد ان تمسح المعلومات او الخطأ؟ اقول نعم ونعم. قال لي خلاص انتهى الاشياء، انقلب الى اخضر وتمت العملية بنجاح الحمد لله رب العالمين. ونقوم الان بتدوير السيارة. بسم الله انفينيتي الما لا نهاية. انفينيتي انفينيت جاي من كلمة انفينيت يعني لا نهاية. ولو مش كما ترون هذا الشارع ماشي لا نهاية راح. طيب الكمبيوتر لا زال في الاتصال منتظر ماذا نفعل للخطوة الثانية، وأنا ليس لدي أي شيء. أقول لكم كل الشكر والتقدير متابعة، شكرا لكم كثير يا جماعة، واللقاء ورمضان كريم، وأشوفكم في فيديو ثاني. محمد هارون إدريس، السلام عليكم.